كثير على كل مشاهدينا ومتابعينا حلقة جديدة، لقاء يومي يتجدد من هنا من القاهرة، وقراءة لأهم وأبرز الملفات من بين الموضوعات اللي هنناقشها النهاردة بإذن الله. أهم الشركاء التجاريين لمصر في أفريقيا. مصر بتتسلم رئاسة تجمع كوماسا خلال فعاليات القمة 21 والمقرر انعقادها في العاصمة الإدارية غدا الثلاثاء. أول عيد سنوي للطاقة النووية، ما هي تفاصيله وماذا يعني للحلم النووي الذي ظل يراود المصريين منذ عقود طويلة؟ وإلى ليبيا، مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ووسائل إعلام ليبيا تتحدث عن وصول عدد المترشحين للرئاسة إلى 80 مرشحاً. برحب بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ حلقتنا النهاردة باحتفالية هيئة المحطات النووية بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية، حيث ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة في هذه الاحتفالية واللي أقيمت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار خلال الكلمة مدبولي إلى أن مصر بتوقعها على اتفاقية التعاون مع روسيا لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، ده كان يوم 19 نوفمبر في سنة 2015. بكده دخلت لعصر جديد نحو أمال واعدة وأفاق مشرقة للمستقبل لبدء تحقيق الحلم النووي المصري. ومع توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، فقد دخلت مصر عصرا جديدا نحو أمال واعدة وأفاق مشرقة للمستقبل لبدء تحقيق الحلم النووي المصري. فهذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعا وللقطاع النووي على وجه الخصوص. فمنذ ذلك الحين انطلقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق الحلم على أرض الواقع. السيدات والسادة الحضور، إن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها وكذلك الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات. واستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلاً عن مزاياها التنافسية العالية وإسهامها ضمن مزيج متنوع متكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها تحقيقاً لخطط التنمية المستقبلية. الجانب ده من كلمة دكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن أهداف امتلاك مصر لمحطة طاقة نووية وتحقيقها لبرنامج التنمية المستدامة. أكد أيضا مصطفى مدبولي أن مصر بتمتلك من الإمكانيات والكوادر ما يمكنها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. لعقود عديدة ظل البرنامج النووي المصري محل الرعاية والاهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية. فمصر من أول الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية، ومن أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر التي تمكنها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع توقيع الاتفاقية على الجانب الآخر، أشاد دكتور جراجري سوسنين نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية بالتعاون بين روسيا ومصر في مجال الطاقة النووية. وفي حوار خاص للنيل الأخبار
وجه رئيس الشركة الروسية تهنئة لمصر بمناسبة العيد الأول للطاقة النووية، وأشاد بهذا التعاون في مجال الطاقة النووية، الأمر اللي تجسد في إنشاء مشروع الضبعة الرامي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري. уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени госкорпорации Росатом и миллиона жителей российских атомных городов хочу поздравить правительство и население Египта, а особенно руководство управления по атомным станциям Египта и лично доктора Амгеда Эль-Вакиля с Днем атомной энергии. Российско-египетское сотрудничество в ядерной сфере началось еще в середине прошлого века с сооружением небольших исследовательских реакторов, и я сегодня рад быть свидетелем и участником реализации проекта по созданию первой атомной станции в Египте АЭС Эль-Дабаа. 19 ноября – знаменательная дата для всего нашего проекта. Она связана с подписанием в 2015 году между Россией и Египтом межправительственного соглашения, ставшего основой для реализации ядерной мечты Египта – строительства атомной станции в городе Эль-Дабаа, провинции Марса-Матрух, при поддержке и помощи Росатома. Поэтому неудивительно, что этот день был выбран днем нового, но очень важного для вашего страны праздника. В нашем понимании это день египетского работника атомной промышленности. Совместно с руководством страны и сотрудниками управления по атомным станциям Египта мы усердно работаем над тем, чтобы эта мечта стала реальностью. Сейчас на площадке продолжаются подготовительные работы, возводятся инфраструктурные объекты, сооружается морской порт, который будет принимать крупногабаритное тяжелое оборудование. Мы провели огромную кропотливую работу вместе с египетской стороной по подготовке всей необходимой лицензионной документации. В результате полный пакет документов, необходимый для получения разрешения блоков номер 1 и номер 2 АЭС Эль-Дабаа, был передан регулятору в конце июня этого года. Как только лицензия на строительство будет получена от регулятора, мы будем готовы начать свои строительные работы. Российские ядерные реакторы ВВР-1200 новейшего поколения 3+, которые выбраны для АЭС Эль-Дабаа, на сегодняшний день и на сегодняшний момент являются самыми современными и продвинутыми в плане безопасности. Поэтому мы убеждены, что Египет получит не просто атомную станцию, а самую лучшую и безопасную атомную станцию, построенную по самой современной технологии, которая уже успешно работает как в России, так и в других странах. В то же время наш совместный проект – это еще и значительный вклад в социально-экономическое и технологическое развитие страны и региона Марса-Матрух. Являясь важным источником низкоуглеродной электроэнергии, атомная энергетика позволит Египту добиться успеха в достижении долгосрочных климатических целей и целей устойчивого развития, поможет развитию региона, повысит уровень жизни людей. Дорогие друзья, еще раз от всего сердца поздравляем вас с праздником. Спасибо за ваш труд и стремление к реализации такого амбициозного проекта. Я глубоко убежден, что наше сотрудничество будет развиваться и крепнуть. Желаем вам дальнейших успехов в продвижении к египетской ядерной мечте и выражаем вам свою поддержку на этом пути. Спасибо. مصر ما اهتمتش بس بجانب البنية التحتية لهذا المشروع، لكن كمان كان فيه اهتمام على الصعيد التعليمي. بتستعد مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية لتخريج الدفعة الأولى هذا العام بعد ما أتم الطلاب فيها مدة الدراسة اللي بتصل لخمس سنوات. إجمالا من المقرر أن هيشتغل في مفاعل الضبعة بإذن الله حوالي 25,000 طالب من خريجي هذه المدرسة. 350 طالبا يدرسون تكنولوجيا الطاقة النووية بمدرسة الضبعة التي انشأت خصيصا لتخريج نحو 25,000 طالب قادر على العمل في المفاعل النووي بالضبعة بحلول عام 2026. يوجد بالمدرسة خمس مباني، مبنى خاص بالإدارة وهو يعتبر فيه الفصول الإدارية، 15 فصل وعدد 7 معامل وعدد 1 صالة متعددة الأغراض وعدد 1 صالة للرسم ومكاتب إدارية. بعد ذلك في عدد 2 مبنى خاص بالورش أو التدريبات المهنية.
تتنوع الدراسة ما بين أقسام الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات، وهي أقسام ضرورية للعمل في المفاعلات النووية السلمية، حيث يضم كل صف دراسي نحو 60 طالب بعد تخفيض العدد من 75 طالب بالتوافق مع هيئة المحطات النووية. قسم الإلكترونيات النووية بنتعلم إزاي إن إحنا ندرس الأنظمة الخاصة بينا كمثلا في شغل النووية، زي مثلا أنظمة الأمان، أنظمة التحكم. في مجال الطاقة النووية بنتعلم مثلا مادة النيوكلير بلانتس، محطات نووية، أو بنتعلم مادة الوقاية الإشعاعية، نيوكلير بريدكشن. بندرب الطلبة على الخراطة، مواشط وفرايز وتجليخ، دي كلها عمليات بتستخدم في تصنيع صيانة المعدات داخل المفاعل. بندربهم على سيميوليشن، محاكاة عن الدوائر الإلكترونية والمفاعل النووي ودوائر التحكم الآلي وجميع الصيانات. كما يتم تدريس مادة اللغة الروسية للطلاب بحيث يكونوا قادرين على التعامل مع تلك التكنولوجيا والخبراء الروس بمفاعل الضبع. نعلمهم اللغة الروسية لأن ده طبعا هو هيبقى أساس شغلهم في المحطات ومع الناس اللي هم الروس اللي بينشئوا المحطات دي. الطالب لو خد فكرة عنك كيفية إنتاج الكهرباء من البداية هيعرف إن المواد الكهربي هو العنصر الأول والأساسي لإنتاج الكهرباء من أي مصادر أخرى. ويشترط للقبول بالمدرسة اجتياز عدد من الاختبارات في اللغة الإنجليزية والرياضيات والذكاء، بالإضافة لاختبارات بالكلية الفنية العسكرية. مدرسة ليست كأي مدرسة، مدرسة متفردة من نوعها، قادرة على تخريج جيل جديد للعمل في المفاعلات النووية بحلول عام 2026، أي قبل 5 أعوام من إطلاق إشارة البدء لهذا المفاعل النووي. من مدرسة ضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، أشرف مبارك، النيل. أرسل حزب مستقبل وطن قافلة مساعدات لأهالي محافظة أسوان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالينا في محافظة أسوان نتيجة طبعا موجة الطقس السيء اللي تعرضت ليها المحافظة قبل أيام. تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالي محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة، فقد بادر حزب مستقبل وطن من منطلق القيام بدوره المجتمعي بتوجيه قافلة مساعدات لمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة في يومها الأول كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية وأساس على أهالي عدد من القرى المضارة، على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطي كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان. آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 183,467 مواطن من خلال 159 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي. يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أوضح أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1377 عيادة، أشار إلى أن تم إجراء 31,485 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 37,040 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين. عبد الغفار أيضا قال أن تم تحويل 2331 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء جراحات لازمة وعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي خاص بهذه الحالات.
خلونا نروح لتطورات الأوضاع في ليبيا. الانتخابات الليبية بتحول حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم الاثنين إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية. نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر في المفوضية العليا للانتخابات أن المترشحين للانتخابات الرئاسية اللي تقدموا أو تقدموا بالفعل رسميا من أول ما اتفتح باب القبول حتى تم إغلاقه اليوم بلغوا 80 مرشح. المفوضية قالت أن قبول ملفات وطلبات المترشحين للرئاسة هو قبول مبدئي طبعا ومش نهائي، وقررت تأجيل موعد المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر النهاردة، هيعقد بكرة إن شاء الله الثلاث الساعة 12 ظهرا. خلونا نتابع تفاصيل أكتر حوالين هذا الموضوع. بينضم لينا سيد محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات والأبحاث. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدينك الكرام، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. قراءتك للمشهد، مشهد الانتخابات الرئاسيه الليبيه حتى الساعه، ما وصلنا اليه وحجم المترشحين حقيقه يعني 80 وفقا لوسائل الاعلام 80 مرشح قبل غلق باب الترشح بساعات قليله، كيف تقرا هذا العدد وهذا المشهد؟ هو من اقل من 20 دقيقه كنت بتحدث الى احد المسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات، بالفعل وصل العدد إلى 98 مرشح، وفي المرشح رقم 99 لم يستكمل أوراقه، وبالتالي تم إغلاق الباب على 98 مرشح. طبعا 98 مرشح عدد كبير جدا جدا، وخصوصا أن كل مرشح يجب عليه أن يكون معه تزكية من 5000 ناخب، فبالتالي يعني مجموع إذا كنا بحسبة بسيطة مجموع من زكوا العملية الانتخابية حوالي 500,000 من أصل 2,877,000 مسجلين في المنظومة، الذين استلموا بطاقاتهم حوالي 1,300,000 حتى اليوم. فبالتالي هو عدد كبير جدا جدا، إذا كان الحد الأدنى للتزكية هي 5,000 فبالتالي عدد الذين تقدموا بالانتخابات بالتزكيات 5,000 فقط، واعتقد ان المشير خليفه حفتر سيف الاسلام في عدد كبير جدا بشاغه غيرهم قد يحصلون على تزكيات من اكثر من 5,000، فبالتالي احنا امام 500,000 تزكيه. طبعا فيما يخص طبعا المصدر اللي اتكلمته مع في المفوضيه العليا للانتخابات قال انه يعني النهارده تقدم تحديدا 38 مرشح، وقال انه سبب تاخير المؤتمر الصحفي، وطبعا كان في من قبل كانوا تم اعلان عن المؤتمر الصحفي يكون النهارده مساء، لكن نظرا للازدحام الشديد ونظرا لعدد المرشحين المندوبيه طبعا علشان تفرز هذه الاوراق فتحتاج وقت، فبالتالي اجلوا المؤتمر الصحفي الى صباح الغد الساعه 12 الظهر بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء، وبالتالي كثره المرشحين ويعني والذين تقدموا، وطبعا المفوضيه لم تحسم حتى الان من سيقبل يعني الاسماء النهائيه يعني تمام. نعم نعم الاسماء النهائيه لانها لسه هتفرز وقدامها طبعا وقت كبير جدا لفرز واستيفاء الاوراق، ثم بعد ذلك فتح باب التظلمات. نعم. ثم بعد ذلك فتح باب الطعون. وطبعا الذي احدث لغه كبيرا في الترشح للعمليه الانتخابيه والذي خالف القانون رقم 12 الذي اقره مجلس النواب والذي اكد عليه هو السيد عبد الحميد دبيبه، وبالتالي انا تحدثت الى احد مسؤولي المفوضيه يعني عن قبول اوراق عبد الحميد دبيبه، قالوا ان اي ناخب ليبي واي مواطن ليبي يحمل البطاقه الانتخابيه من حقه ان يترشح وفقا للقانون، وبعد ده اللي اتقال ان هو بيكون ترشح مبدئي ولسه الحسم هيكون نهائي. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيد محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات والابحاث، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طيب عودة للشأن المحلي، شهد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة ختام فعاليات الدورة التدريبية اللي نظمتها الهيئة تحت رعاية وزارة العدل واللي استمرت فعالياتها على مدار يومين، وحملت عنوان التحكيم الدولي وتفادي الأخطاء اللي بتؤدي إلى لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي. شارك في الدورة التدريبية أكثر من 200 متدرب من الوزارات والهيئات ذات الصلة بالتحكيم.
إرساء الثقة والشفافية في فض المنازعات لتهيئة مناخ الاستثمار كانت ضمن أهداف الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة قضايا الدولة على مدار يومين تحت رعاية وزارة العدل. وخلال الجلسة الختامية كرم المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة السادة المحاضرين، كما قدم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين والتي تجاوز عددهم 200 من الوزارات ذات الصلة بالتحكيم. انبسطت جدا الحقيقة، سواء من حيث العدد أو من حيث المشاركة حتى بين السادة الحاضرين والسادة اللي هم المحاضرين، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا فيها. ان شاء الله في سبيل ان احنا من دورات تانية باذن الله عن موضوعات اخرى بالنسبه متعلقه بالتحكيم الدولي. الهدف من الدوره هو رفع كفاءه العاملين في الجهاز الاداري للدوله والجهاز القضائي في المتعاملين مع بيئه الاستثمار لتحسين بيئه الاستثمار، وده بيتم عن تلافي كل ما يعيق الاستثمار من مشاكل بتصور اثناء تنفيذ نزاعات الاستثمار، والأخطاء اللي ممكن تودي التحكيم الدولي، فإحنا بنحاول نتلافاها من الأول. وخلال الجلسة الختامية كرم المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة السادة المحاضرين، كما قدم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين والذي تجاوز عددهم 200 من الوزارات ذات الصلة بالتحكيم. الدورة ديت هي باكورة وبداية مجموعة من الدورات التدريبية لكافة العاملين بالقطاع الإداري في الدولة من أعلى الوظائف إلى أوسطها إلى أدناها، من كل القائمين على عمليات إعداد العقود وصياغتها وتنفيذها لتفادي الأخطاء التي يمكن أن تحدث في تنفيذ العقود أو قبل ذلك في إعدادها وصياغتها، حتى نتفادى اللجوء من المستثمرين لا سيما الأجانب إلى منازعات التحكيم الدولي. خطوات حثيثة تقوم بها الدولة المصرية لا تقتصر فقط على متابعة الدعاوى التحكيمية سواء الاستثمارية أو التجارية، بل تقدمت في هذا المضمار خطوات إلى الأمام وبآليات جديدة تحد من اللجوء إلى التحكيم تحقيقا لسرعة تسوية المنازعات والمشكلات المتعلقة بالاستثمار. حرصا من وزارة العدل على زيادة المعرفة القانونية وصقل الخبرات لدى المتخصصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم، جاءت ورشة العمل التي نظمتها هيئة قضايا الدولة ضمن سلسلة من الورش والدورات التدريبية التي تحرص قضايا الدولة على تنظيمها للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة بالتحكيم. أمل صبري، النيل.